دكتور زاهر برهوم، طبيب إسعاف في مشفى إدلب المركزي سامس. اليوم بسبب القصف الهمجي على أطراف مدينة إدلب وعلى جانا كثير إصابات، إصابات حرجة وإصابات متوسطة. استقبلنا 4 إصابات، منها متوسطة ومنها حرجة، تم قبولها بغرف العمليات. بعض الإصابات أجتنا بتر أطراف، تم تحويل بعض الإصابات إلى غرف العناية الجراحية. هم عفوا يسحبوا ويصير زكاتهم.